يلا اللي جاي اللي جاي. الاختيارات يعني هتختاروا ما بين الاقواس. ركز. انتوا بس بنات وولاد بس، ما عرفتوش عندكم وسيلتين مساعده. فيل الكرتون ابو منابل كان بيتناول قصه اكتشاف طفله للكائن الخرافي الشهير. رجل الحديد، رجل الجليد، رجل النار. الشيطان. مفيش شيطان. يا ربي ركزوا معايا. رجل الحديد، رجل الجليد، رجل النار. نار؟ ها؟ ابو النار. لا الجليد مش ابوه، هو رجل النار. ماشي. ما هو اسم الشاب الغني والمدلل في فيلم كلاوس واللي غضب والده منه بسبب فشله؟ كاسبر، كاسكو، ميجل. جاسبر. برافو برافو. اهو شفت بقى ان انتوا مش بتخسروا. ماشي. ايوه ايوه ركزوا. مع سلمى 18 ثمر التين. 18؟ اه. تناولت 10 ثمرات. اوكي؟ كم ثمرة تبقت مع سلمى؟ 7 ولا 6 ولا 8؟ قولي. 8. 8 برافو، ما انت المفروض تقولي. ماشي. جمع أحمد 15 صخرة من الشاطئ. ألقى 6 صخرات في الماء. كم صخرة تبقت مع أحمد؟ 10 ولا 9 ولا 8؟ كانوا 15 ورمى 6. فبقوا 10 ولا 9؟ مين اللي قال 9؟ أنا. برافو يا مالك ولا برافو. ماشي. تستخدم إيه لكي تعمل الثلاجة؟ البلاستيك، الكهرباء، الخشب. الكهرباء. برافو. الكهرباء. ماشي. سهلة قوي طبعًا. طيب ودي كمان سهلة قوي. نفقد الماء عن طريق تناول الطعام ولا العرق ولا شرب العصائر؟ شرب العصائر. بجد؟ يا سيدي. بنفقد الماء ازاي؟ بإن احنا نشرب؟ بنفقد الماء ازاي تاني؟ تناول الطعام ولا العرق ولا شرب العصائر؟ العرق؟ العرق طبعا يا مالك. طب بقول لكم على حاجه، احنا شكلنا لسه نايمين ومش مركزين، وهنركز وهنصحصح اكتر لما نروح على التوازن. تيجوا نروح على التوازن؟ يلا بينا نروح على التوازن.